اهلا وسهلا متابعينا الكرام في حلقه جديده من برنامجكم المفضل مشوار مصارع. نجم هذه الحلقه هو ذا ديمون فين بالر، مقدمكم جود جي دي 13 من هروج المصارعه. وبسم الله نبدا. فين بالر واشتهر باسم برنس ديفيد، واسمه الحقيقي فيرجيل ديفيد، مصارع إيرلندي من مواليد 25 يوليو 1981 في إيرلندا. بدأ المصارعة الحرة وهو في عمر 18 سنة، يعتبر من أشهر أبطال فئة الجونيورز في تاريخ الاتحاد الياباني العريق NJPW، حيث حقق لقب IWGP للجونيورز 3 مرات ولقب IWGP لفرق الجونيورز 6 مرات، وحقق بطولة Best of the Super Juniors مرتين في 2010 و2013، وهو المؤسس والزعيم الأول لأشهر عصابة في عالم الاتحادات اليابانية، عصابة البوليت كلوب. وفي اتحاد WWE يعتبر هو صاحب أطول مدة احتفاظ بلقب NXT ب 293 يوم، وهو أول من حمل لقب الكون في التاريخ، بل هو أسرع مصارع في تاريخ اتحاد WWE يحقق لقب الوزن الثقيل من أول ظهور له، حيث حقق لقب الكون بعد تصعيده للروستر الرسمي ب 27 يوما فقط. في أواخر عام 1999 انضم فين بالر إلى فرع الاتحاد العريق NWA في إيرلندا، وبعد مرور عامين استطاع من تحقيق لقب NWA البريطاني ليصبح أشهر مصارع إيرلندي حينها. وخلال سنواته الأولى كان يقوم بدور المدرب، حيث تخرج على يده عدد من المواهب الإيرلندية، أبرزهم نجمة عرض سماك داون لايف وبطلة النساء السابقة والمتألقة بيكي لينش. وفي عام 2005 شارك في عرض اتحاد NWA في الولايات المتحدة، حيث قدم مباريات رائعة لفتت انتباه الكثيرين، ليقوم اتحاد NJPW الياباني بالتوقيع معه فورا، وضمه لمركزهم التدريبي في الولايات المتحدة، لينضم مع بداية عام 2006 لروستر NJPW الرسمي في اليابان بشخصية مقنعة، وهي شخصية قديمة للراحل كريس بنوا بيجاسوس كيد. لكن سرعان ما انتزع القناع وقدم شخصية المكروه تحت اسم برنس ديفيد، وكانت بدايته متواضعة، حيث كان يتلقى الخسائر كثيرا، وكانت الكارثة عندما تعرض لإصابة في الركبة أبعدته عن الحلبات حتى منتصف عام 2007، وعندما عاد كون فريق مع المخضرم مينورو سوزوكي ليحقق الاثنين لقب IWGP لفرق الجونيورز في يناير 2008، وبعدها تحالف برنس ديفيد مع النجم ريوسوك تاغوتشي ليكونا فريق عرف بأبولو 55، حيث استطاعا من السيطرة على لقب IWGP لفرق الجونيورز. وفي بطولة البست اوف ذا سوبر جونيورز عام 2010 استطاع برنس ديفيد من تحقيق البطولة ليصبح المصنف الأول على لقب IWGP للجونيورز، حيث قابل حامل اللقب مارو فوجي في عرض دومينيون، واستطاع من انتزاع اللقب منه لتبدأ مسيرته الفردية الكبرى كبطل أول لفئة الجونيورز، دامت لعامين. لكن حصل تغير في سلوك برنس ديفيد ليبتعد عن زميله، وتقام مباراة فرق في عرض أقيم بتاريخ 3 فبراير 2013 بين فريق برنس ديفيد وكارل أندرسون ضد فريق هيروشي تاناهاشي وريوسوك تاغوتشي، انتهت بفوز فريق برنس ديفيد وكارل أندرسون، لتحدد مباراة بين برنس ديفيد وهيروشي تاناهاشي على ألقابهم الفردية، حيث كان برنس ديفيد حامل لقب الجونيور وهيروشي تاناهاشي حامل لقب الوزن الثقيل، ليكون موعد هذه المباراة بتاريخ 3 مارس 2013، وانتهت بفوز هيروشي تاناهاشي، ليعود بعدها برنس ديفيد لفريقه مع ريوسوك تاغوتشي ويدخلان في المنافسة على لقب الجونيورز للفرق، حيث نافس على اللقب في عرض 7 ابريل 2013، لكنهما فشلا في تحقيق اللقب، لينقلب برنس ديفيد على ريوسوك تاغوتشي وينضم معه النجم كينغ فالي باد لوك فالي،
وفي عرض 3 مايو 2013، وبعد نهاية مباراة هيروشي تاناهاشي مع كارل أندرسون، تدخل كل من برينس ديفيد وباد لوك فالي وتاما تونغا، واعتدوا على هيروشي تاناهاشي، وانضم لهم كارل أندرسون ليعلن الأربعة تكوين عصابة البوليت كلوب، والاسم مستوحى من حركة الطلقة التي يقوم بها برينس ديفيد. ولمعرفة المزيد عن عصابة البوليت كلوب، شاهدوا حلقة مشوار فرق. Being able to bring all of your skills here. Yeah, well, it's a very surreal experience so far. وفي صيف 2014 انضم رسميا برينس ديفيد لاتحاد WWE تحت اسم فين بالر، وهو مشتق من الأساطير الإيرلندية، وكانت بدايته كفريق محبوب مع النجم الياباني هيديو إيتامي. وبعد إصابة هيديو إيتامي أصبح فين بالر مصارع فردي، ودخل بعداوة مع حامل لقب NXT وقتها كيفن أوينز. وبعد عدة مباريات فشل بها فين بالر من انتزاع لقب NXT من كيفن أوينز، أقيمت بين الاثنين مباراة في جولة WWE في اليابان، عندها استطاع فين بالر من انتزاع اللقب من كيفن أوينز وفي طوكيو، لتستمر عداوة الاثنين حتى مهرجان تيك أوفر بروكلين، عندما تقابلا في أول مباراة سلالم في تاريخ NXT، وحافظ بها فين بالر على اللقب، ليدخل بعداوة في أول نسخة من بطولة داستي رودز الخاصة بالفرق، حين استطاع هو والسامو جو من أن يكون أول من يحققها، لكن لينقلب عليه سامو جو، وتبدأ عداوة شرسة بين الاثنين في تيك أوفر لندن وفي تيك أوفر دالاس. وفي كل المباراتين فاز فين بالر وحافظ على اللقب، لكن وفي عرض محلي غير متلفز استطاع سامو جو من انتزاع اللقب من فين بالر، لتختتم عداوتهم في تيك أوفر ذي أند لأول مرة في تاريخ NXT داخل قفص حديدي، وانتهت بفوز سامو جو. وفي عرض سماك داون الخاص بالدرافت 2016 انتقل فين بالر لعرض الرو، ليتم تصعيده رسميا لعرض رو. فين بالر وفي عرض رو بتاريخ 25 يوليو 2016، ظهر فين بالر لأول مرة في روستر WWE الرسمي، وفي تلك الليلة كانت أول مباراة رسمية له مباراة رباعية لتحديد منافس رومان رينز، وشارك بها فين بالر مع كيفن أوينز وروسيف وسيزارو، واستطاع فين بالر من انتزاع الفوز. وفي مباراة الحدث الرئيسي وأمام رومان رينز، وفي لحظة تاريخية استطاع فين بالر من الانتصار على رومان رينز ليصبح منافس سيث رولينز في مهرجان سمر سلام 2016 لتحديد أول بطل في التاريخ للقب الكون. وفي مهرجان سمر سلام 2016 اقتحم فين بالر صفحات التاريخ عندما هزم سيث رولينز ليصبح أول حامل للقب الكون في التاريخ، لكن وأثناء المباراة تعرض فين بالر لإصابة في الكتف، لكنه تحامل عليها وأكمل المباراة ليقوم في عرض الرو التالي بتسليم اللقب. وفي عرض الرو بعد الرسلمانيا 33 عاد فين بالر بعد تعافيه من الإصابة، عندما كان زميل سيث رولينز في مباراة الحدث الرئيسي ضد كيفن أوينز والسامو جو، ليدخل بعدها في سلسلة عداوات هامشية قبل أن يعلن أنه يريد استعادة لقبه، حيث شارك في مباراة المصنف الأول على لقب الكون الخماسية في إكستريم رولز 2017 مع سامو جو، رومان رينز، بري وايت وسيث رولينز، لكن ليخسر بها، ليعود بعدها فين بالر للدخول بعداوة مع ألايس سامسون. وبعد مهرجان كرات اللهب 2017 دخل فين بالر بعداوة مع النجم بري وايت، ومن الممكن أنها ستنتهي بتحديد مباراة تجمعهم في مهرجان سمر سلام 2017. والجدير بالذكر، منذ عودة فين بالر من الإصابة لم يظهر بشخصية الشيطان، فهل ستظهر هذه الشخصية في سمر سلام 2017 وأمام بري وايت؟ وكذا نوصل في ختام حلقة مشوار مصارع لهذا الشهر، وكان نجمها
فين بالر. مقدمكم جود جي دي 13 من هروج المصارعة. لا تنسوا اللايك والسبسكرايب والشير، وإلى اللقاء.